مأساة المهاجرين غير الشرعيين تغرق اليونان في أزمة جديدة تضاف إلى أزمة الديون. الوافدون الجدد في قلب العاصفة الإنسانية بسبب ضعف البنى التحتية الضرورية للتكفل بعدد المهاجرين الضخم والذين يصلون بالمئة يوميا إلى الجزر اليونانية. وضع البلاد الاقتصادي المتدهور ألقى بظلاله على يوميات المهاجرين غير الشرعيين الذين أنهكتهم المصاريف والذين يفتقدون للموارد المالية. هذا السيد يقول: يوم واحد بمئة يورو، تكاليف ليلة واحدة للبقاء هنا في الفندق هي 100 يورو لشخص واحد. ليس لدي المال، من فضلكم ساعدوني، أحتاج للمساعدة، أريد الرحيل، لا أرغب البقاء في اليونان، أريد الذهاب إلى أوروبا، أنا سورية. السوريون لديهم مشاكل كبيرة. يذكر أنه وفقا للمفوضية الأوروبية فقد وصل حوالي 174 ألف شخص إلى الجزر اليونانية من تركيا بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز.